أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: استمعت إلى شريط يقول صاحبه عن الصحابي الجليل الأقرع بن حابس رضي الله عنه إنه مخبول، فما الواجب علي تجاه هذا الشريط وصاحبه؟ الشكوى إلى الله. إذا كان الصحابي مهبول من هو العاقل؟ يعني صحابة الرسول فيهم مهابيل، هذا تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم، تنقص لسادة الأمة وقادتها، فهذا هو المهبول في الحقيقة، هذا هو المهبول المخبول إن لم يكن زائغا وضالا. هذا إذا أحسنا به الظن قلنا مهبول، وإلا فهذا يدل على ضلال في عقيدته في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.